انا دلوقتي هاخد الحله بتاعتي اللي في الفرن دي كده عشان عايز اعمل الكبده الكريسبي اللطيفه الحلوه. فانا انتهزت ان الفرن شغال وسخنت الحله بتاعتي، وانا عايزك بنفس الفراسه دي تكون في المطبخ. الفرن بتاعك مولع، يعني انت بتعملي كيكه، هتعملي الصينيه زي اللي هشتغل بيها دي كده، هتعملي مكرونه بشاميل كده كده. الفرن درجه حرارته عاليه وعندك في البيت، استغل درجه الحراره دي واستغل الكهرباء اللي بتصرفيها او الغاز اللي بتشتغلي بيه. انا عايزك اللي انا بقوله ده تطبقيه في بيتك، لان كلنا بنطبقه في بيوتنا. وانا اللي بيحصل في بيتي بلان انا مواطن من الارض الطيبه دي كده ومنكم، فلازم اللي بقوله اللي انا بحس بيه بقوله لحضراتكم على الشاشه، والتلقائيه والبساطه دي اللي بتوصل لحضراتكم ودي اللي محبباني ومحببه حضراتكم فيا. حط في الفرن شويه بطاطا حلو، حط في الفرن شويه بطاطس، يبقى شويه بطاطا او بطاطس حسب الحاجة اللي حطها في الفرن. حط شوية بصل بتاعنا الأحمر الجميل الحلو ده كده اهو معايا والله النهاردة. أنا بقولك على أفكار حلوة كده هتعجب ولادك وجوزك وأسرتك وحماتك وماما والعيلة كلها. البصل ده لما يتشوي مع التوم ده حكاية، مع معلقتين عسل كده ألف هنا وشفا للي ياكل منه. بصل مشوي بالعسل، أنا مسميها أكلات شهر العسل، بصل وعسل، الاسم يعني على مسمى بصل وعسل، ومفيش شهر عسل من غير بصل، ولا عسل من غير ولا بصل من غير عسل. البصل ده لما يتشوي تاخديها زي ما هي من الفرن كده مشويه، وتيجي حاطه عليها معلقه عسل وبألف هنا وشوف ايس كريم بصل بألف هنا. دي افكار تعمليها والفرن كده كده شغال. طيب الحل على النار، وعايز اعمل الكبده دلوقتي كريسبي مقليه. هعملها ازاي؟ مقاديرها على الشاشه استاذتنا. معانا كبده فراخ من غير كلاوي ومن غير اوانس ومن غير قلوب، كبده بس صافي كده زي الفل. ومعانا دقيق ومعانا بقسماط ومعانا سمسم ومعانا توم، عصرة ليمون لطيفة وشوية زعتر. المقادير في متناول كل حد يقدر يعملها اهو، ولكن الفكر ده مش اي حد. ادي الدقيق وادي البقسماط، نشيل الرز ده كده ملوش عزة، وتعالوا مع بعض نتبل الكبدة. حلو الكلام، واحنا مع بعض كده خطوة خطوة. كسرولة ازاز مع بعض اهو. اجهز التتبيلة الاول اللي تهم حضراتكم واحنا شغالين مع بعض. عبارة عن ايه يا عم الشيف؟ شوية توم انا عارف عجبك الصورة الحلوة دي كده حلو تمام. ده التوم، حط على التوم ده ليمون. ما تستغربيش مجرد ما تحط الكبدة على الليمون لونه هيتغير عادي ده اللي انا عايز اقوله بقى. الليمون مع مع الحديد اللي موجود في الكبدة بيتغير اللون ده ليمون وتوم على في التتبيلة بتاعتنا. معاهم يا عم الشيف معلقة نشا، الله عليك مدرسة البغازية. ليه نشا بقى؟ الكلام ده هنشوفه دلوقتي مع بعض النشا ده اللي هيدي للكبدة شخصية. حلو الكلام، وهي بتتحمر معانا بيضة. حلو قوي، تسلم ايدك. التوابل بتاعتنا اكتبي ورايا المقادير دي من فضلك، يعني معلش ما تقعديش تتفرجي كده وتتبهري بالكلام اللي بقوله والهزار اللي انا بعمله. انا بقول كده علشان اللي قاعد بيسمعني من اوضه في تانية في مكان تاني بالصوت، فانا بمشي في الشارع وبس بتكلم في اي حاجه. الكل ازيك يا شيف مغازي؟ ممكن البعض مش واخد على شكلي على الشاشه بالامانه، فصوتي مميز الحمد لله، ودي نعمه من رب العباد. فانا عندك الزعتر بس اكتبي المقادير دي كده. تاني معلقتين من النشا، عصير ليمون، توم وزعتر حطيتهم مع بعض، والملح والفلفل بتاعنا ولادك بيحبها سبايسي، جوزك بيحبها سبايسي، حط سبايسي ما تخافيش ده ملح وفلفل ده اساسي. حلو الكلام، حلو الكلام. شيل دي بالنار. معانا شويه بابريكا، بابريكا دي مش سبايسي على فكره، هي طعمها مميز وحلو. شويه كركم في البانيه، لما تيجي تعملي بانيه وتيجي تعملي كريسبي فراخ بانيه سمك بانيه اي حاجه كريسبي كده وحطيتي معلقه كركم، اولا بيدي شخصيه حلوه، بيدي لون حلو لطيف وجميل. وانصحك دايما تستخدمي الكركم في المقليات. ليه يا مغازي؟ الكركم مفيد، ينشط الكبد وينقي الكبد من السموم ومفيد جدا. كده التتبيله بتاعتي جاهزه وزي الفل. هقلب الخليط ده كله مع بعض واخد الكبده بتاعتي اغلفها بالخليط ده. حلو شفت ازاي؟ عصير الليمون مع النشا، ملاحظه ان في قوام سميك شويه، انا عايزه كده النشا مع البيض مع عصير الليمون. اوعي يا ست الكل، يا ام يا خالتي يا عروسه يا اموره يا حلوه يا ست الزين كله، تحطي ماده دهنيه في الخليط ده.
يعني تقولي بقى اه متعوده تيجي حاطه زيت او سمنه اي ماده دهنيه باظ كل حاجه بتعمليها، لان الماده الدهنيه في تتبيله البانيه او الكريسبي دي طبعا ما ينفعش خالص، من الاخطاء الشائعه اللي بنقع فيها، بتلاقي الخلطه ثابت من البانيه بتاعك ويبقاش شكلها ظريف خالص، وبتستفيدي لا بالتوابل ولا بالخلطه. شايف القوام بقى عامل ازاي؟ اهو اهو اهو، شفت الخليط ده؟ اهو اهو. الماده الدهنيه اللي هي زيت او زبده تتحط في المشويات بس، لما نيجي نعمل حاجه مشويه، كبده مشويه، كبده اسكندراني، عشان كده الكبده الاسكندراني بنحط في التتبيله بتاعتها زيت قبل ما نحطها في النار. اهو الزيت بيفكها من بعضيها وهي في النار. اهو شفت الخليط ده كده؟ لو سبتيه شويه هيجمد تاني. النشا في ميزه غير الدقيق، لما بتحطيه في التركيبه لو سبناه شويه هتلاقيه مسك نفسه. اه التتبيله شفت قوامها عامل ازاي؟ اه زي الفل. هناخد الكبده واحده واحده كده وفص فص نحطه في الخلطه دي. ركزي معايا عشان اللي جاي حلو ان شاء الله. اه قولوا معايا بقى حقوق الطبع لدينا وبس على شاشه القناه الاولى كالمعتاد. صوره حلوه تتحدث عن نفسها، الصوره تعني مليون كلمه على شاشه القناه الاولى. اه كبده، كبد الفراخ كريسبي مقليه. اه على الطريقه المغازيه. اه اشيل ده هنا مش عايزه. حلو قوي. عندي طاسه على النار بتسخن. الطاسه دي هحط فيها ايه؟ شويه زيت. اللهم صل على النبي. اه شويه زيت صغيرين كده. اه مع مكعبين من الزبده، مش زيت غزير ولا حاجه. حلو، مش هحط الزبده دلوقتي قبل التحمير مباشره، انا حطيت الزيت عشان يسخن معايا. اه شفت التتبيلة؟ آه. الله عليك، الله عليك وعلى والديك. آه. شكل الكبدة تتاكل وهي نية زي الفل. آه. أخدها من الخلطة دي يا عم المغازي وأحطها هنا. ركزي معايا. آه. شفت الحلاوة؟ شفت الشقاوة؟ آه آه. وأدخل الخلطة كده في النص. آه. كل ده هنا. آه. أخبار الزيت إيه؟ أخبار الزيت إيه؟ اخبار الزيت ايه؟ اهي شفتي زي ما هي كده. يلا يلا هنا كمان واحده مع بعض. اهو هنا. اه شفت الحلاوه؟ اه والله يا فكره يا مغازي، ده الاولاد على طول اعملها لهم مشويه مقليه طاجن مع لسان العصفور مغير. هو كده في التتبيله دي. ده على فكره اللي معايا دي رقائق الذره، ممكن تستخدم بقسماط اللي هو التوست او العيش اللي بايت عندك، تضربيه في الخلاط بعد ما تحمصيه تستخدميه عادي. الاحسن يبقى سؤال حلو لطيف جدا من مخرجنا الجميل، بيقول لي البقسماط ده يفضل يبقى خشن ولا ناعم؟ يفضل طبعا يكون خشن شويه عشان نستطعمه كريسبي، ناعم هيقلب على الدقيق. عينينا لك. ادي العود الروزماري. الشيف المخرج الجميل بيسالني بيقول لي اللي انت بتعمله ده وانت مع الاستاذ مجيب؟ انا بعمل تفاصيل كتير قوي بس عينيا بعيده، لان الكبده هنا شقيه في قلب النار، خلي بالك كبده الفراخ بالذات. حلو، عندها الكبت بتطلعه في قلب الزيت. اهو شفت الطرقعه دي لازم تبعد عنها، خلي بالك لان ممكن الزيت يجي على ايه؟ على ايدك او على وشك، خلي بالك ده مهم جدا. شايفين الصوره الحلوه؟ انا حطيت روزماري، حطيت نعناع، عايز شكل حلو، عايز اطعم الزبده. حاضر يا فندم، عايز اطعم الزبده، عايز اطعم الحاجات الحلوه بالحاجات ديت، فعملت ايه؟ حطيت اللي حضراتكم شايفينه اللي انا عامله ده كده، واحنا مع بعض نشوف التفاصيل الصغيره والطعم الجديد. اهو بص على الكبده. الله ايه الحلاوه دي، هتاكلي صوابعك وراها. اه كريسبي. اه كريسبي. جربي. وهنروح من بعد فين؟ استاذ مجيب اتصل اهوت واتكلمنا وقولي لي التفاصيل دي مع بعض. وجود الروزماري مع النعناع في قلب الزيت بالتاكيد بيضيف له فليفر وطعم جديد. اه ما حطيتش زعتر عشان ما يسودش ويسود لي الكبده، حطيت نعناع سليم من غير العروق بتاعته. شايف الكبده بتجري في قلب الطبق ازاي؟ اه ألف أنا وشفا. أستاذن حضراتكم، بسيبها على النار كده أو تدخلها الفرن وناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل. عايزك تبدعي. دايما بسيب طبق السلطة للآخر لأن هو بمثابة لوحة فنية، مش لوحة فنية وبس بتبين شطارتك للمطبخ، بتبين رسائل كتيرة لأولادك ولزوجك ولحماتك والماما وحبك للمطبخ، من تقطيعك للخضار وتفاصيل تقطيعك وتقديمك والجرنش والبرزنتيشن اللي بتعمليه لطبق السلطه ده مهم جدا، بيوصل رسائل كبيره نقدر من خلالها نحقق اللي احنا عايزينه. هنطلع في فاصل صغير، اوعى تروحوا بعيد، تابعوني.